كنت قاعد في الجريدة تجا واحد الناس، واحد البنت جات قالت ليا عطيني كارو، قلت ليها ما عنديش كارو. واحد شوية وتم جاية هي واحد قال لك فين هو كارو اللي قالت لك البنت، هو ضربني بكود. كنت قاعد واحد شوية ويجي لي واحد من اللور هو يضربني بنص ويبدا تيشتفو عليا تيشتفو عليا. هاديك راهي 10 الليل، واش بغيت تيرا تسأل الجريدة جرى فيها إجرام بزاف وفيها ستي حتى هما. رضات لالا مريم اللي مقابلة مع وتي المامونية وتبعوني حتى السيفيل وبدات تضرب فيا تماك عاوتاني تتقول لي هاديك البنت لا 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 لا. واحد شوية وبدات تقول لي انا راه ما خايف لا مخزن لا والو، انت راه البياع تاع الصحراوي هادشي اللي كاين. واحد شوية وهما 4 تاع الرجال وجوج بنات ديما تيقعدو في هاديك الشريطة تيكريسيو. اخويا معكم شرف مسراد ابن مدينة مراكش. اخويا اللي بغيت نتحدث عليه اليوم هو واحد الطائرة اللي ولات هي الصراحة تخوفنا وتخوفنا كثير في هاد المدينة العتيقة، اللي هي الطائرة تاع هادشي اللي ولا في هاد الجردة هادي وبهاد المحيط ديالها من ناحية، وجميع هاد البليص اللي عندهم علاقة لا بالمدينة وبالسياح. هاد البليصة اخويا ولينا تنخوفو كحنا ابناء هاد المدينة، ولينا تنخوفو اخويا ندوزو على رجلينا نظرا لهاد الشيء اللي ولينا تنسمعو، هاد الشيء اللي ولينا تنشوفو ديال هاد العصابات اللي ولاو تيكريسيو الناس. والغالب في الامر هاد العصابات ولاو مكونين تم افراد تم الاناث، كتلقى حتى البنات حتى هما خارجين مع هاد العصابات حتى هما تيكريسيو حتى هما تيضربو حتى هما اللي ديز هنا تينهبو ليه ديالو واللي غادي. وملي تتهضر معاهم ولا ملي سميتو تيحاولو يهددوك وتيقولو بانهم هما دروكا ما عندهمش باقي تخوف لا من السلطة وتيقولو بانهم ما كاين لا سلطة لا والو. هادشي اخويا تيسيء لهاد المدينة وتيسيء للسياحة لا الداخلية ولا الخارجية، لان حتى السياحة لانها مدينة عتيقة ومدينة عالمية، حتى السياحة الخارجية الداخلية جات البلاد حتى هي راه ولات تخوف. تاهما الناس راه ولات تيجيو عندنا لهنا تيقول لك اخويا راه بغينا نمشي نشوفو الكتبيه، ولكن ولا بغينا نشوفو المحيط ديالها ولا بغينا نشوفو هذا البليص، ولكن تيوقف كان تا ابن المدينه تيقول لك الله يجزيك بخير بغيت نمشي انا وليداتي، راه سمعت واحد الكريساج هنا واش ممكن الله يخليك ياك ما يديو ليا ديالي ياك ما. هادشي الصراحه تيخلع، المهم حنا كنا تنعيشو في هاد المدينه اللي هي مدينه الصراحه جميله وكنا تنفتخرو بها، الا هادشي اخويا راه ولا راه تيسوء على هادشي. هذا هادشي راه لا حول ولا قوه الا بالله.